ومشاهدينا راح نروح من أوروبا إلى بغداد الجمال ويا مراسلتنا المبدعة رشا اللي اليوم راح تاخذنا إلى عالم الأنتيكات والتحفيات القديمة والأثرية الحلوة حتى نشوف إقبال الناس عليها على هذه المقتنيات التراثية. يسعد صباحك رشا. صباح الخير رشا. كالعادة رشا منورة وجميلة ودائما جولاتها مميزة. صباح العافية على عيونكم الحلوات يا جميلات قناة دجلة، يا رب تكونون بخير. احنا بخير يا رشا وان شاء الله انت همين تكونين بخير. نعم رشا، احنا عرفنا انه انت راح تاخذينا الى مكان بانتيكات وتحفيات اثريه حلوه، احنا حابين نشوف وياك هذه الانتيكات. نعم. اللي موجوده طبعا اكو هوايه من الناس اللي هسه يحبون ويفضلون انه يكون عندهم بالبيت انتيكات اثريه وقديمه يحتفظون بها ويهتمون بها كلش هوايه. صحيح، احنا نقدر نقول هي جولة راح اخذكم جولة عبر الزمن على مقتنيات وتحف ونوادر. كل وحدة لها تاريخها، لها قصتها، لها قيمتها، سواء التاريخية او المادية. مو بس هيجي، المكان اللي انا متواجدة به طبعا انا متواجدة في منطقة راغبة خاتون، اللي هي الناس يسموها كم. فهذا المحل رغم مو كبير نقدر نقول، لكن كبير بمقتنياته، يعني مو كبير بمساحته انما كبير بمقتنياته وبغراضه. وبنفس الوقت احنا دامجين مو بس موضوع انه محل المقتنيات الاثريه، لا، انما هي قصه نجاح ايضا، لان صاحب المحل ما ماخذ فكره بيع او شراء الانتيكات ابا عن جد، لا، انما هو قرر انه يبدي من الصفر ويحول محله الى هاي التحف الحلوه. فأرد اعرفكم عليه. نعم مرحبا استاذ احمد. تفضل. مرحبا استاذ احمد. كل الهلا، اهلا وسهلا، نورتونا وشرفتوا، يا مرحبا كل الهلا. استاذ احمد الاعظمي طبعا هو مو بس خبير تحف ويقتنيهن ويجمعهن، انما ايضا هو تدريسي بكليه معهد الفنون في معهد الفنون. حلو. نعم اهلا به. البنات يسلمن عليك اكيد. سلام، اهلا وسهلا، كل الهلا بكم، يا مرحبا، هذا محلكم وقدامكم، شرفتوا ونورتوا. خليهم يطلعون على الاشياء اللي موجوده، على العبق الماضي اللي خلينا نقول عليه، اللي كل قطعه لها طبعا قصتها ولها خصوصيتها، لها ميزاتها طبعا. نعم. احنا نعم. قبل ما تاخذنا جوله او تشوفنا فد قطعك المميزه، احكينا انت شلون بديت وشلون قدرت تنجح بهاي الفكره؟ يعني كهوايه كانت، بعدين تطور الموضوع، يعني قامت الهوايه تزداد، الشغف لهذا الموضوع ازداد اكثر من اللازم. فمكان بصراحة يعني ما قام يوسع بالبيت، فقررت أفتح هذا المشروع، يعني همين أهم كمكان أخلي به مقتنياتي، وهمين للناس يعني يطلعون على هذه الأشياء. بعدين اتطور صار كموضوع يعني تجارة، بيع شراء وهالأمور. رشا سألي ضيفنا الكريم، هل أكو إقبال عليها؟ هل الناس فعلا تحبه وتدور عليه وتشتري؟ يسمح أبو رفل يشوفنا. نعم، احنا راح نشوفكم جوله صغيره بالمحل. نعم. وبنفس الوقت اسال البنات يسالون، هل لحد الان ما زال اكو اقبال على التحف وشراء التحف؟ هي النسبه طبعا محدوده، لان هذه الاشياء يعني يحتاج لها ذوق مختلف تماما على اللي موجود او السائد حاليا، فهو بالنتيجه الذوق يحكم، والاختلاف بين ما موجود بالاسواق حاليا وهذه القطع. يعني اليوم احنا بنخلي قطعه انتيك بمكان معين، شيء ما مألوف او غير مطروق بباقي المكانات. نعم. فمن تجي تخلي قطعه الانتيك لها خصوصيتها، لها فجاذبيه معينه تختلف عن اللي مطروق. يعني احنا اليوم القطعه اللي نشوفها متكرره بكل مكان ما تستهوينا يعني. صحيح. نعم. صح. ناصر المقاطعه زين، قبل دائما يقولون انه سوق الانتيكه ايام قبل، يعني نقول مثلا فتره الستينات السبعينات، كان لها اقبال اكثر من هسه. مع العلم اللي سال الناس يقولون لا، العكس، انه هسه مو بالعراق انما يجون ناس من برا يشترون هاي، ففهمنا هذا الموضوع. شوف، هو قبل اي دوله استقرارها يعني هو اللي يحكم على اي سوق بالمحلي او العالمي، لكن احنا اليوم وضع مستقر الحمد لله، الاقبال دا يزيد، يعني بنسبه 70 او 80% اكثر من قبل. خلي اشوف اذا يسمح ابو رفع، الزم هذا الميكروفون اذا تسمح. اريد اشوفكم هذا الحزام. هذا فضه تنزيل ذهب روسي طبعا، ما احكي لكم الوزن مالته، اريد اجربه.
يعني رشا هذا كان يلبس لو هو بس مجرد للديكور يعني، لانه تقولين انه وزنه ثقيل همينه. لا هذا ما يلبس حاليا. هذا كان يلبس قبل لو الديكور. لا لا ماكو شيء ديكور. هاي حاليا يعني هسه بالوقت الحالي صار الديكور للحفاظ عليهن. نعم. لكن كل هاي الاشياء اللي قدامك يعني هي قابله للاستخدام ولحد الان. زين هاي كانت يلبسوها يعني للزينه. الزينه طبعا يعني الفضه مثلا، الفضه يعني دلاله على الثراء وال ومكانة الشخص يعني مثلا على شوفنا نماذج الفضة إذا تسمح. هذه الأماكن القوية اللي بالجسم، شوفي هذه فضة. مبرد. هذا فضة. نعم. يعني هاي الخاتونة مثلا الشخصية كذا، شوف هذا فضة يجي الحجم الأصغر. هذه حمامات السوق. يعني هاي بدل المحجارة، هاي محجارة بنات. لكن يعتنون بها يعني بطريقة معينة حتى تبرز عن باقي الخاتونات اللي موجوده، مثلا البطيخه مالتها والرقيه الحمام يسموها من فضه، اكو من نحاس، يعني مثلا التفاوت بين المواد هو اللي يحدد قيمه او نعم أو مكانة يعني المحجره القديمه قد كان شكلها حلو كريستي. طبعا هذه صحيح الاطقم مال الشاي والقهوه هذه كلها فضه، يجي منها النحاس، يجي منها النحاس ومطلب الفضه، يعني هو كشيء مقارب. يعني احنا نقدر نقول خاتونات بغداد يعني البنات الذوات مثل ما يقولون كانوا يتميزون بامتلاكهم علب المكياج او علب المجوهرات والمكحله والمحكاكه مثل ما تقولوا غيرها، كلها لازم تكون فضه او ذهب حسب يعني امكانيه الشخص، لكن هي للمباهاة يعني وكجماليه وكقيمتها هي اصلا كماديه ومعنويه هي باقي. يعني حتى اهلنا قبل وكذا كان عندهم مثلا سيت السكاكين والشطلات والخواشيق لازم تكون من فضه من ذهب، مطلب الفضه مثلا يعني حسب يعني امكانيه الشخص. نعم. خلينا نشوف ذني الكريستالات، انا يعني من ايام قبل اهالينا كانوا دائما يميلون لتواجد صحيح. الكريستالات في البوفيات مالتهم، وبنفس الوقت يميلون الكريستال الشيروفسكي شيكي هو دائما بريقه هو اللي يحكم النقوش اللي بيه، وبالاضافه له هو طبعا هاند ميد، اي قطعه هاند ميد لها يعني جماليه اكثر من القطع المصنعه بالقوالب وغيرها، يعني هذه هسه ماركات مثلا هذا الديسنا او الدوم او اللاليك، هذا مستويات يعني اللاليك مثلا يجي بعد الدوم يجي بعد الشيكي، مختلف الماركات وحسب قيمتها. اريد تسولف لي على وحده من التحف اللي عندك لها قصه. قصه خلي اشوفك هذا الميز البغدادي. خلينا نشوف إذا يسمح أبو رفل هذه نعم. وين القصة؟ هذا بغداد. لحظة. هذا الميز بغداد. هذا الميز بغداد. هذا حاضر قصص مهر، خطوبة، عيد ميلاد، يعني هذا عمره تقريباً 100 أو 120 سنة بحدود، أي هذا الميز معروف بغدادي تجي بيه أحجام. زين. هذا من جابوا لي إياه، هذا مارة عليه قصص يا أي. يعني العرس، المهر، القران، وايد تفاصيل مره على هذا. الواحد يتفائل به. اي يعني القطع حلوه، مثلا عندنا هذا الجراموفون، هذا حاضر عيد ميلادات وحفلات أيه. سابقا يعني اكثر من 100 سنه. انا طبعا استاذ احمد واذا البنات ما اعرف اذا يأيدوني ولا لا، انا دائما من امر مكان قديم او الزم فد مساله قديمه عندي الخيال راسا يسرح بعيد بحيث احس انه دا يشتغل او اسمع الناس اللي كانت واقفه. بالضبط نعم. يعني هي كل قطعه لها قصه ولها روح ولها يعني مدى بعيد من الزمن، فلازم يعني مثلا على سبيل المثال هذه الساعه خلينا نشوفها كل ربع ساعه، فاللي باع لي اياها يقول هاي بكل ربع ساعه احنا ايش قد مر علينا مواقف فرح بحزن. نعم كلش حلوه يعني بهواي تفاصيل، فهي اكيد كل قطعه يعني بيها قصص وبيها احداث. انت تحكي شعر، انت احسك متعلق بكل يعني انا القطعه احبهن يعني انا يعني كلش معجب بهن بصراحه. زين شلون يتقيم ماديا هذني المقتنيات؟ ماديا شوفي هو اول شيء الندره هي اللي تحكم الندره، يعني القطع المكرره يعني قيمتها تصير اقل، القطعه النادره او مثلا وحده بالعالم اكو وحده من اصل وحده وحده من اصل 10 هذا يحكم نوعيه الماده، يعني مثلا نعم. ذهب، فضه، نحاس، رخام نعم. الى اخره. نعم طبعا يا رشا احنا نعرف دائما انه احنا نقصر وياك بالوقت وجولاتك ما ينمل من عندها، اكيد دائما تاخذينا باماكن حلوه ومميزه. احنا حابين نشكرك على هذه الجوله طبعا لضيق الوقت، استمتعنا جدا وياك وشكرا لضيفك الكريم ايضا. يعني خلص الوقت يعني الوقت يمشي بسرعه وياك بصراحه رشا بعدك هواي شغلات ارتشف لكم اياها.
كلش حابين ان شاء الله بغير جوله. رشا لازم تسوي لنا تقرير عن هذا هذه الاشياء اللي انت حابه تحكي لنا عنها، وان شاء الله احنا راح ناخذها بصباح دجله. لا 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 تضوجين. شكرا لضيفك الكريم، وشكرا وسوي لنا تقرير، احنا منتظرين. فعلا اكو قصص نسيت ما لحقنا نسولف لكم اياها، نشوفكم بوقت ثاني. شكرا لك رشا، شكرا.